كيدي مدية كأغان كي ودانا مو إهرموت كوكا أهاسي محمد عبد الله حسن كدب بشادة صومالية وحا كود أشياء براروك سنان سياسات يسيدي أيهو ده وغتشان لهايان أدبايا قدي دقال كي لبات إيه دولي دا كوبا هاي وحو صومالي دا كود للي داران عصوب أو كسرايسا قمي ستاكورد يوحي لها المالا waxaan bilowday himilada dawladnimo oo Soomaalinimo ay ku dheehantahay sida gobolada Koonfureed bishii Maajo sanadkii 1943 waxa ahdi isuu maray 13 dhalinyaro Soomaaliyeed oo u guntaday in ay furaan urur siyaasadeed oo ku wajahan halgan xornimadoon ah oo la magacbaxay SYC SYC waxay durba ku aan baxday daacadnimo iyo wadanimo ummadina waa u riyaaqday waana la taageeray SYC wuxuu isu rogay xisbi siyaasi ah oo la bixiyay SYL Somali Youth League جريدة مرحوم ياسير عثمان كنديد وحا حقيها قود لا دورتي مرحوم عبد الله عيسى محمود وكو حقين كيسي اها مركا او رقدقاق سياسات سوماليا كارولسنا او مي اي مغالبا كو وضافي او مقاري دادور او دنوبة سدحاد مان تكترسن ما آنو قبن برارو قاسي سياسات اي مدنمو بلشو طونا asidoo kale dhaqdhaqaaqo xornimadoon ee Soomaaliya ka shacbaxay wuxuu yaab iyo amka ku riday gobolsigii ka tirin jiray goboladii Soomaaliyeed ee kala ahaa Ingiriiska, Talyaaniga, Faransiiska iyo Xabashida bari xaaladdu muujinaysaa socodka mustaqbalka xisbiga Ingiriisku waxa uu ku sanaaqay Talyaaniga ayaa waxa uu Talyaaniga waxa uu ku sanaaqay Ingiriis ayaa waxa uu lawada tumada aan ka tirin waayo dadka ayaa waxa uu qiyaasay xaqiiqda ee qoonka taariikhda وفيك حزب بقى حزب روحة حالاك أحالك حزب بقى المقنشة
وقت بالآخر جدا أنا عايزين منكم قبل أطور وحطوا البوليس كل الجيل وحيدوا قريبين وشاكة قريب البوليس ما في واحد شرح لما جيت أحطه من صمعين الشيخين ما في واحد الوارين الحسن لأسفة إراق وأنا التولى أما قبلية على أما قبيرة أما صفجاعة أي الوارين وحوارية بنتي أقوى أسوائل وحيد ربا أستان أم القطي دلت مننه يقرن محن بارسان وكفي ذا نولك الصوماليات سيدا درادين وحا أركو برتلمانات وكبكتي حرم بلن يمدين تشانت الصوماليات إنك استوهي ملغة أسوائل أي أهيد مثل ما اللوشان هدنا عدو لآن ميان أهين ووحا إسوكا شذي مع مولد دلك كالحكومة يلون قادياش يو أذيغتي وقت قاسي أسوائل وحي أهيت كعدان بلشو ورق يدمر أولاد قنتدان ونبدي عرادي من اللغم مقولين كرين حلقان كي كوي كون نفواي ولا مش حرادي تيري تاسونا لباك أعلان بي أكور بيسي نفتي هرياشي كو هوبتي وقيدي حرن مدونك عرادي كيغا تيري انتي كعدانك حرن مدونك اللغو تيري إلا لغا قاعت حرن مدى وحادقنك أمد كتر ترمي حبدقن كي هوري لغو دقم تيري سيدا أدرس كفانك بيلن مدى قبليسيغا بالقلنتا ناس نوجينتا بهن مدى قابيلكا لالوش ميدا احدا اي وحي لامدا وحا انبقاضي خبين سومالي نمو من نمو بلشو استكورد لآن سنان اي عدالت اسكورتيا سنان يجال نمو بوحدا يعني وحالي اسر سعدي دولة بما حيابس اي احيا وطاري يددان كلالي احمين اسكوهوي اسكو عبا الوضي بطنا ايكا سوهرتيا دي اسوائل وحو واي ميل دبعسن او كقالو سي او هلدن كودا كفرشاليو تاسو هقار داما ديدو سو قارتي إلا حرنما لغا قاطو وروكي لاغدو وحو سمايستان عمل غوصاد او كفليو هميادة لتيكسانيو سيدا قد ديحي او مغشفة ديي او كتلين كريال ماها مامولك حسبيا وحا وحل سارنا هو دانو كوحلار مامولك يتاكولينتا guddigaasu wuxuu dejin jiray xeerka ururka qorshaha hawlgalka iyo siyaasadda guud ee la tabaxayo gobolada koonfureed ka soo koob naadiga leegada waxaa laga furay degmada kasta oo dalku ka kooban yahay kulay ku ahayd gobolada ingiriiska iyo kan xabashadu ku hoos jiray لن نسليهم بحيناء وقفت عن منطل عن تجيرا وربتي وماسع عن عالم مضبوع نظر حيناء أمو ماهي أطولعي وقف ماهي أطولعي كيبا مسلين وقف نفة مؤيت لأجل أمو ماهي أطولعي أمو ماهي أطولعي في جديد ورمان شن يأفرتم شن يأفرتم وحن دعلوني لنقص الساعة وكان عيد الجيرة تبديها كبارة وكان عيانا يقولتوا لنقصكم قطور بي سينا لي قطور بي أنه يسير العالم في النهولة شر العالم ما يسمى ثالث من النهولة وكان محاربا وكان غيرا ما دي إني يقولوا ونقول على العالم في النهولة أفضل الساعة شر الساعة ما فيه أن عالم في النهولة وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أصبحت يقول عن سبع يومات الدينيس من عام دخول سبع يومات سبع كتير دام جيدان على اتحاب السبع كتار لو عارف يسبع دام انت على دعوة دام هلك هلك عارف هنا ويقول عنه سيبا بسكول حريري جبان لابد الدراسيون دراسيون كاللي قضاء بين دواء يمت حمر سيبا بسكول حريري جبان كنت أتعلم أهي يعني هو اسكو حرني مرحبا انا 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 مرحبا انا
ayaa maaragtay isagoo ibraahimi aan xoodmihii iyo istatiibooyinkii iwi anaga anaga wadana ayaanu maaragtaya bishigeynay iraama yafuunka iyo meesha dirisena intaas ayaa la xeli jiray sidii mashiirka oo imanaya. Waxaana maamuli jiray howlwadana ku aanbaxay howlkarnimo iyo daacadnimo. Dhaqaalaha xisbiga leegada lagu maamuli jiray waxaa laga aruurin jiray intii markaasi mushaar qaadin jirtay. Dumarkana waxay iibin jireen dahabkooda si loo kabo howlgalka ururka. Leegadu waxay abuurtay kalsooni soomaalinimo, waxayna noqotay baaq la ysku afgarto oo laysugu hirto. Hormarku leegadu gaartay yool ay dhalisay waxaa salig u ahaa daacadnimo, xilkasnimo, wadanimo, xil iyo hoo wadaag, niyad sami, bulsho kalkaalid, sinnaan, cadaalad iyo midnimo qaran. Cabdullaahi markaa markiisa nin talyaaniga yaqaan oo jariidada soo baxday soomaaliya fashista la yidhaahdo wax ka akristo ahaa. Haddii hormida aan wada soconnay labadeennuba wax kala qaadashadii waxay noqotay inay kalsooni wadaninimo xaggeeda ah nagu abuurtay yaasiin iyo cabdullaahi ciise. Midka u dhexaysay waa ku horeysay aasaarta SOS waa ka horeysay isu imaadka halkan iyo halkan waa ku wadashaqaynaya kalarkii sheekeysay in jiray intaan waxkan la bilaabin siyaasada. Allah naxariista yaasiin markii loo doortay sida uu maxamed sheegay xogiyaha lagu doorto warqad u horreysay warqad dibadda loo diro oo afarta waaweyn loo diray ilaahda weynin yaa raggii ingiriiska yuqiin baa garaadka sameeyey cabdisidaani ka mid ahaayeen warqadaa qaaday waxaa u geeyey yaasiin oo jooga jooga oo ay leeyihiin hasoos haddii balu saxi kale ku dari karo marka labeen baa nimadba ku noqday oo u tegey marka yaasiin raawa iga sheegay cabdullaahi alaaraxam uu leeyahay waxaa la yidhi ilaa wa ilaa waynaa timaadaa oo shaqada kusoo baxdaa waa kii dagameeyey maxaad raqsan tahay waa ogahay min laakiin bishar cabdullaahi ciise in la ii keeno hadda cabdullaahi ciise markaa ma aqaanin cabdullaahi ciise muxuu yahay ra markaa sheekada uu hadda muura sheegay naga sheekay wuxuu yihi waa inan yar oo firfircoon oo aad maata u fahmad badan oo meel baan ka wada shaqay jiray. Cabdullaahi ciise maxamuud wuxuu ku aanbaxay maamul wanaag ururka iyo xornimo dhalinta gobolada koonfureed kaasoo lagu xushmeeyey inuu noqdo wasiirkii koowaad ee gobolada koonfureed ka hor inta aan la qaadan xornimo buuxda. Jagadaasi uu sii hayay ilaa markii xornimo buuxda la qaatay oo waqooyi koonfur ay mataanoobeen, dabadeedna la dhisay dowlad madax bannaan oo loo dhan yahay. Cabdullaahi ciise wuxuu horyaal u ahaa raggii ugu dhabar adkaa israacii gobolada waqooyi iyo koonfur. Leego ma jiri lahayn cabdullaahi ciise la-aantii, cabdullaahina ma aanu jiri lahayn leegada la-aanteed, xornimona ma jiri lahayn leegada la-aanteed. Markii xornimada la qaatay oo la dhisay dowlad qaran, cabdullaahi wuxuu si buuxda uga qayb qaatay inuu wax ka dhiso dowladda cusub ee loo dhan yahay. Markii dowladdii kacaanka ahayd ay dhalatay, cabdullaahi ciise waxaa safiir looga dhigay waddanka Sweden. Marxuum cabdullaahi ciise wuxuu dalka uga tegay madax xushmad iyo qadarin leh oo jiyasha dambe ay ku halqabsadaan. Xushmadda iyo karaamada ummadda cabdullaahi ciise ummaddu u haysay waxay muuqatay maalintii aaskiisii ay ka soo qayb galeen dhammaan golihii sare ee kacaanka, madaxdii dowladdii iyo bulshooyintii soomaalida naqsho ku sugnayd. Ummaddu qaran ma hanooto haddaanu lahayn haliyo qarnimada ku dhaadata oo taariikhdu ay xusto. Oh, my God.
wuxuu ahaa mid sida ay hadda uu sheegay afkiisa bakayan karin ina qofka ee ku yaado haddii qofkaa ku soo galo xafiiska qofkaisoo kuma salaamayn waa istaagay markuu dhaxayana ilaa ilminka uga geeyo xataa dadka la shaqeynaya dadku si fiican yaqaano iyagoo qaybinaya leeyihiin shaqada qabto iska jeedo isaga intaa intuu ninka xurmadiisa geliyo uu dhowraayo ilaa ilminka uga geeyo xaqaashama uusan harayni marka waxaan ku qaynanno oo hadda aan nidhaahno intaasay qaymihiisa tahay annaga aan dusheegno ma aan hayno maxaa jira waxaa mubaaxi ah keliya soomaali isagoo maanta wax martabo kusan ka haynin ee jirin wixii loo qabtay deeridiisii oo dowladdu ku qabatay shicibkana ee wax waqay galeen waxay muujinaysaa wixii isaga waxaa mahan wax dadka ay doonayan iska yeelaan inay dhihiin wuxuu sag ahaa muuqaalkaasaa isku jiran wax in la sheego ubaahna inay jiraan
هلين بالا يديي ربتي الله يو لبت لبا في رولي يا هاري روحنا في
ريحا تهررنا ريحا تجهلنا ربي الرحمة ربي غينو كشبو ربتا ولي غيت كل شيء سن كل شيء سن كل شيء سن كل شيء سن كل شيء Thank you.